بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دي اخر محاضره في الالكترونيك ديفايسز. بحاول على قد ما اقدر اديك فكره عن الجيفت. احنا وقفنا الاسبوع اللي فات، خدنا يعني ايه فيت، ودخلت المحاضره حتى وشرحت لكم توضيح بسيط كده الفرق بين الجيفت او الفيت عموما والبي جي تي. انا بحاول مش بديك كتير، لا انا بحاول بس تبقى عندك فكره يعني ايه جيفت، لان الوقت مش هيسمح اشرح اكتر من كده. الفيت عموما دي المحاضرة إن شاء الله مش عارف التامنة، باين المحاضرة اللي هي آخر محاضرة في الجزء ده إن شاء الله أو في الترم ده، اللي هي محاضرة الجيفت. إحنا وقفنا الأسبوع اللي فات عند ال خدنا الفي جي إس، وعرفنا إن الأي دي اللي هو الدرين كارنت بيساوي الأي دي إس إس اللي هو الدرين تو سورس كارنت، أما يكون الفي جي إس جراوند او في جي اس بيساوي صفر، فواحد ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف. تمام، متفقين على كده الكل؟ تربيع. تمام، الماده اسمها الكترونيك ديفايسز. هنكمل النهارده ان شاء الله ناخد حاجه اسمها الفورورد ترانس كوندكتنس، الجي فيت. هي المفروض كابتل كلها جي فيت فورورد ترانس كوندكتنس. ترانس قلتها الاسبوع اللي فات في المحاضره، يعني قلتها المره اللي فاتت الاول امبارح في المحاضره. ترانس يعني ترانسفير، يعني خارج الداخل. ترانسفير في الدوائر يعني من الخارج للداخل. فورورد يعني الخارج على داخل، لو ريفيرس تلاقي داخل على خارج. فورورد ده الاتجاه الطبيعي للاشاره، الخارج على الداخل، فبقسم خارج على داخل. ترانس يعني خارج على داخل، ففورورد في اتجاه الطبيعي، يبقى بدل ترانس فورورد ترانسفير او ترانس يبقى مقصود بالخارج على الداخل. كوندكتنس يعني توصيليه، مقصود به الخارج على الداخل ويطلع الناتج ايه؟ توصيليه، يعني تيار على فولت. افهم الكلام ده ان علاقه ان الترانس الفورورد ترانس كوندكتنس او الفورورد ترانسفير كوندكتنس، علاقه الخارج التيار بداخل الفولت. واحنا قلنا اخر مره ان الفوت عموما بيسميه فيلد افكت، فيلد افكت ترانزستور، وده الترانزستور ذو التاثير المجالي، ومقصود بيه ان الجهد الداخلي بيتحكم في تيار الخارج. فانا عندي جهد في الداخل وجهد في الداخل وتيار في الخارج. فجي ام بتعبر عن مقدار التغير في الاي دي نتيجه اي تغير فين؟ في الفي جي اس. وزي ما قلت قبل كده ان عندي الترانسفير كاركترستيك كيرف عباره عن نون لينير كيرف، كيرف غير خطي اللي شفناه ده. طالما غير خطي اللي هو علاقه الاي دي بالفي جي اس، هتبقى الجي ام قيمتها مش ثابته، قيمتها هتعتمد انا شغال في انهي منطقه على الكيرف ده. لو كبرته شويه اهو هتلاقيه عامل كده. لو انا شغال قريب من الفي جي اس بصفر هتلاقي الجي ام اعلى، لو شغلت قريب من الفي جي اس اوف اللي هي النقطه الصفر دي هتلاقي الجي ام اصغر. فكل ما اقرب من الصفر الجي ام بتعلى، كل ما اقرب من الفي جي اس اوف الجي ام بتقل. والجي ام هتعبر عن الجين، الكسب، قد ايه التيار يطلع كبير مناظر لفي جي اس اصغر. وبالتالي طالما الجي ام تكبر، يبقى التغير في الاي دي اكبر من التغير في الفي جي اس، ويديك تيار جين، تيار خارج اعلى، تيار خارج اعلى، وبالتالي كارنت جين او جين للامبليفاير اعلى. تمام، فانا عاوز، لو انا عاوز جين اعلى فاقرب منين؟ من الفي جي اس بصفر. وزي ما قلت لك قبل كده، اعيد تاني ان الكيرف بتاع الترانسفير كاركترستيك كيرف ده، او الخارج، علاقه الخارج بالدخل في الفيت عموما، كل الفيت نون لينير، نون لينير. وعشان اشتغل كامبليفاير واشتغل لينير لازم اخد منطقه صغيره قوي من الكيرف ده. هو ده قلت لك في اخر محاضره اللي هي اول امبارح اللي قلت لك فيها في المدرج، قلت لك يعني ايه اخد جزء لينير من الكيرف النون لينير. طيب احنا قلنا جي ام وعرفنا بتتغير ازاي. هشوف في علاقه ثانيه للجي ام اسمها الجي ام نفس الكيرف، معلقة تقريبية. لو ما عنديش كيرف اجيبها منها، يبقى الجي ام بتساوي جي ام نوت في واحد ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف، ومفيش تربيح، مفيش
تربيع، تمام؟ يبقى الجي ام بتساوي جي ام نوت في 1 ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف. الجي ام ساعات بيسميها اسماء بس عشان الكتاب، ساعات بيسميها جي اف اس، وساعات بيديها مصطلح تاني واي اف اس. واي اف اس، تمام. الجي اف اس اللي هي ترانس ادميتنس، ترانس كوندكتنس، ودي اسمها ترانس ادميتنس مقلوبه، ترانس ادميتنس. خلي بالك دي الفورورد ترانس كوندكتنس، وديت الفورورد ترانس ادميتنس او ترانسفير، ترانسفير ادميتنس. تمام. لو الجي ام نوت اللي بيسميها جي ام نوت او جي ام ماكسيمم فاليو، تمام، لو مش مديها لك في الكاركترستيك او مديها جيف المساله، بحسبها عن طريق العلاقه الاثنين اي دي اس اس على الفي جي اس اوف، ومودلس يعني باخد البوزيتيف فاليو، ده مودلس يعني القيمه الموجبه فقط. يبقى 2 اي دي اس اس على في جي اس اوف، 2 اي دي اس اس على الفي جي اس اوف. وفي مساله في اكزامبل في الكتاب، اكزامبل 4، هتلاقي عندك صفحه، بسم الله، صفحه 395، 395 في الكتاب. ده اكزامبل على ستريت فورورد مباشر على القانون ده. طيب الانبوت ريزيستنس، احنا لسه قايلين، قلت في المحاضره ان احد اهم مميزات الفيت عموما مقاومة دخله عالية قوي قوي، تكاد تكون ما لا نهاية، وبالتالي تيار دخله فيري 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 سمول، تمام، صغير قوي. لو عايز احسب الانبوت ريزيستنس بتاعتي، هلاقي ان الانبوت ريزيستنس عبارة عن الانبوت فولتج على الانبوت كارنت، اللي هو الانبوت فولتج هو في جي اس على تيار اسمه اي جي اس اس. مدرس الكلام ده عشان يهمني القيمة مش الإشارة. الـ IGSS اللي هو Reverse Gate Current أو Gate Reverse Current، الـ VGS الـ IGSS ده اللي هو Reverse Gate Current، تيار البوابة العكس، وده طبعا الـ VGS اللي متطبق، جهد البوابة، جهد الجيت، تمام. ده برضو ستريت فورورد، بديك الفي جي اس واديك الاي جي اس اس، احسب لي الانبوت، هقسمهم على بعض، طبعا باخد المودلس عشان اخد القيمة المقاومة مش سالب، ويوم ما تاخد مقاومة سالب يعني جين. في اكزامبل 5 في الكتاب عندك برضو ستريت فورورد، يعني مباشر خالص على العلاقة دي. في مقاومة تانية اسمها درين، اي سي درين تو سورس ريزيستنس، الاي سي درين تو سورس ريزيستنس، مقاومة، المقاومة بين الدرين والسورس دي بتديها رمز ار داش دي اس، عبارة عن الدلتا او التغير في الفي دي اس على التغير في الاي دي. الفي دي اس اللي متطبق على الاي دي قسمه على بعض يديك الار دي اس اللي هي درين تو سورس ريزيستنس. الكلام ده كله ستريت فورورد مباشر خالص، بيديك قيم المعادله عندك، معادله مثلا الاي دي او الجي ام او الار انبوت، تبقى معادله فيها كم متغير، بيديك كل المتغيرات ويجيب مجهول واحد بس تعوض فيه يجيب المجهول. يعني انا عندي الاي دي، هراجع بس بسرعه، الاي دي باي دي اس اس في 1 ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف الكل تربيع، الجي ام بتساوي الجي ام نوت في 1 ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف، مفيش تربيع، الجي ام نوت
اتنين اي دي اس اس على الفي جي اس اوف مودلس، الار انبوت بتساوي الفي جي اس على الاي جي اس اس مودلس، والار داش اس فوق اهي. تمام، دي كلها قوانين مباشره خالص، يعني مثلا قانون زي ده هيديك الاي دي اس اس، الفي جي اس، الفي جي اس اوف، تحسب منه الاي دي او اي، هما كام متغير، 1 2 3 4، كام بارامتر في القانون ده؟ 4 بارامتر، هيديك 3 وتجيب الرابع، مفيش حل تاني غير كده. تمام، المسائل كلها مباشره على الجزء ده. ندخل على الجزء المهم اللي انا عاوز اشرحه النهارده، الجزء بتاع البايسنج، الجي فيت بايسنج. زي ما خدنا البي جي تي بايسنج، هناخد دلوقتي الجي فيت بايسنج. البايسنج يعني التغذيه، والتغذيه نرجع شويه كده ورا، كنت باخد البي جي تي، كنت بقول لك يعني ايه بايسنج؟ التظبيطات او السيت اب اللي هيتعمل لدائره الترانزستور عشان اعمل سيرتن كيو بوينت، سيرتن كويسنت بوينت، نقطه تشغيل محدده عشان الانبوت لما يدخل يتكبر مظبوط. واحنا قلنا الكلام بشرحت فيه شرح باستفاضه قبل كده، يعني ايه كيو بوينت واشمعنى يظبط الكيو بوينت، لان عندي ثلاث مناطق في البي جي تي، انا بتكلم عن البي جي تي دلوقتي، كات اوف واكتف وساتوريشن. الترانزستور في الكات اوف وفي ساتوريشن بيشتغل كسويتش اون اوف، اون في ساتوريشن يعني شغال وسط تيار، اوف في الكات اوف مش تيار خالص. الاكتف ريجن بيبقى فيها لينياريتي، في علاقه لينير بين الانبوت والاوتبوت كرنتس، وبالتالي عايز اظبط الاي سي او الانبوت اي سي يدخل بالظبط على في منطقه مظبوطه في الاكتف ريجن عشان الاشاره كلها تتكبر. يبقى على حسب شكل اشاره الانبوت انا هكبر او هظبط الكيو بوينت، وبالتالي اشاره معذره، وبالتالي اشاره تتكبر مظبوط. نفس الفكره بالظبط، انا هعمل بايسنج للجيفت. البايسنج للجيفت انا هاخد منه نوعين دلوقتي ودل عليه مسائل بس، او اللي هيجي منه في الامتحان ان شاء الله، سيلف بايس وفولتج ديفايدر بايس. السيلف بايس والفولتج ديفايدر بايس، خد بالك احنا خدنا في البي جي تي حوالي اربع انواع بايسنج، او خمسه مش فاكر العدد بالظبط. كانت مشكلتهم الاساسيه ان في تغير البيز، تغير البيز كان ستيف ومش نون ستيف في الفولتج ديفايدر، في تغير بيز ومفيش تغير بيز، اهمله ولا ما اهملوش، كان الموضوع معقرب شويه. هنا عاده باخد التيار بتاع الجيت زيرو، وده مخلي الموضوع الحل بتاعي سهل جدا جدا. تمام، انا هحط الاثنين جنب بعض وابدا احل المساله دي ومساله عاديه وكده خلصنا المحاضره ان شاء الله. المحاضره جزء الجيفت جاي منه سؤال كامل في الامتحان، جزء الجيفت كله اللي انا شرحته المحاضره اللي فاتت، المحاضره دي جاي منه سؤال كامل في الامتحان. وطبعا زي ما شرحت ال ان بي ان في البي جي تي، قلت لك البي ان بي زيه بس باختلاف الجهود، اشارات الجهود بس، ومش هشرح في البي ان بي، هنا برضه هشرح بس ال ان تشانل جيفت. البي تشانل نفس الفكره بالظبط، البي تشانل نفس الفكره ولكن اختلاف اشاره الجهود. ادي السيلف بايس، السيلف بايس لدايره ال ان تشانل جيفت سيلف بايس. الفي دي دي مقاومه الار دي، دي مقاومه السورس الار اس، ادي الجيفت وسبع من دايره كده مش مهم الدايره، وادي مقاومه الجيت الار جيت، وادي الدايره اسمها سيلف بايس جيفت. تمام، الفولتج ديفايدر بايس بدل ما اعمل على الجيت مقاومه على الارض، هعمل مقاومتين واصلين من الفي دي فوق. خد بالك من الاسماء عشان ما تتلخبطش، ار 1 ار 2 ار درين ار سورس، وادي الفي دي دي. الدايرتين دول ان تشانل جيفت، ان جيفت سواء هنا او هنا، ان تشانل جيفت دي الفولتج ديفايدر بايس، وده السيلف بايس. الاثنين اتفه من بعض، وكالمعتاد الفولتج ديفايدر مور ستيبل،
تمام، ليه ستيبل اكتر، بس كتير كده كلام كتير، وانا عارف طبعا ان انتم مستواكم العلمي اكبر من كده، فانا مش هحاول على قد ما اقدر اقلل كم النظري واخش في القوانين على طول عشان تبقى عرفت حاجه في الجيفت. تمام، زي ما بيقولوا ما لا يدرك كله لا يترك كله، فحاول على قد ما اقدر اديك فكره عن الدائرتين دول. بسم الله، احنا هنا دايما وابدا تغيير الجيت بكام؟ بصفر، وهنا تغيير الجيت بصفر. تمام، تغيير الجيت بصفر، يبقى التيار ماشي هنا بكام؟ بصفر. التيار جاي في حته ثانيه هنا، التيار بيجي من هنا ويخش. طب ازاي الارض يا دكتور، التيار يجي من الارض ازاي يا حبيبي؟ ده مش ارضي، ده كومن، الدايره واصله كده، بص الدايره واصله كلها كده، في بطاريه في دي هنا واصله كده، يعني الدايره دي شكلها عامل كده. ادي الدايره ار جيت ار درين ار سورس ار درين، وده الفي دي دي، ادي الدايره، نفس الفكره في الدايره دي. تمام، فتغير الجيت بكام؟ بصفر، نتيجه ان الجيت هاي انبوت ريزيستنس، مكون بالداخليه عاليه قوي، فتغير الجيت بصفر، جهد النقطه دي بكام؟ دي ناقص دي بيساوي اي جيت في ار جيت، دي ناقص دي تمام، او دي ناقص دي مش تفرق، دي ناقص دي بيساوي اي جيت في ار جيت. طالما تغير الجيت بصفر يبقى الدروب على المقاومه بصفر، وبالتالي يبقى جهد النقطه كام؟ بصفر، يبقى الفي جيت بيساوي زيرو. طب الفي سورس، طيب ماشي كده، الفي سورس بيساوي كام؟ نفس الكلام، الفي سورس ناقص الصفر بيساوي اي في ار، يبقى الفي سورس بتساوي اي اس او اي درين في الار سورس. من الدايره دي ان الاي طاير هنا اسمه اي درين، هو الطاير اللي ماشي هنا. تمام، زي بالظبط البي جي تي، هتلاقي طاير الكوليكتور هو هنا هو هنا، دي اسمها الفي سورس، النقطه دي اسمها السورس، جهدها اسمه الفي سورس، النقطه دي اسمها الدرين، جهدها اسمه الفي درين، يبقى الفي درين والفي سورس والفي جيت بالظبط زي البي جي تي. هكمل بس حل السيلف بايس، انا عايز مصير اخليهم جنب بعض عشان تعرف ان الموضوع اتفه من بعضه، الاثنين سهلين جدا، أربعة ودي خمسة. تمام، نكمل السيلف بايس. تمام، احنا قلنا الفي سورس باي دي في ار اس، تمام، نشوف الفي درين، الفي درين بيساوي كام؟ التيار ماشي كده، يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي، في دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي. الدايره هنا اهي عشان الاخوه البصمه غية. ادي الفي دي دي، وده الطرف اسمه الفي درين، وده الار درين، يبقى الفي دي دي ناقص الاي دي بيساوي اي دي في ار دي، ديت كيرشوف، يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي، يبقى جبت الاي درين. تمام، لو عاوز اجيب الاي درين، عاوز اجيب الفي درين اهو، يبقى الفي درين بتساوي في دي دي ناقص الاي دي في الار دي. تمام، جبت الفي درين، جبت الفي سورس، جبت الفي جيت، يبقى الفي جي اس اللي هو التغذيه بتاعتي بيساوي كام يا عم الحاج؟ الفي جيت ناقص الفي سورس يطلع بناقص اي دي فار اس، والاي درين بيساوي ها اجيبه منين؟ عندي لو مديك الفي درين اجيب الاي درين من هنا، مش مديك الفي درين يبقى انا عندي الاي دي اس اس في واحد ناقص الفي جي اس عن الفي جي اس اوف الكل التربيع. يبقى انا من الدايره دي كلها انا عارف الفي جي اس جبته، عرفت الفي جي اس اجيب الاي دي، كده جبت الكيو بوينت عباره عن الاي دي والفي جي اس. خلي بالك كلها كابيتال عشان ده دي سي، عشان انا ساعات بتلخبط هنا واكتبها سموكل، فهي الفي جي اس كابيتال كل حروف كابيتال. فهنا جبت الكيو بوينت فاليو اللي هي كوسنت بوينت، زي ما جبت هناك الاي سي والفي سي اي، زي ما جبت الفي جي تي قبل كده الاي سي والفي سي اي. نيجي لهنا الفولتج ديفايدر بايس، تغير الجيت بصفر، وبالتالي كان دي مش موجوده خالص، يبقى الفي جيت عباره عن المقاومه دي على على مجموع المقاومتين في الفي دي دي، نفس قصه الفولتج ديفايدر هناك في الـ في الـ في البي جي تي، يبقى الفي جيت بتساوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي دي دي، هناك كانت ار 2 على ار 1 زائد 2 في البي سي سي. تمام، حاجه هناك اسمها ستيف، لو انت هتذاكر او هتذاكر افتكر بس حاجه اسمها ستيف كونديشن، لو دايره ستيف تمام، ان مقاومه الدخل للترانزستور اكبر بكتير قوي من ار 2، يبقى مقاومه الدخل للترانزستور تتهمل ويبقى اشتغل في العقد الناحيه الثانيه، بتكلم على البي جي تي.
تمام، فاهم التيار البيز، وبالتالي اشتغل بالمعادله دي اللي هي جود البيز بيساوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي سي سي. هناك كان شرط ويتحقق ما يتحققش ستيف ولا نون ستيف وخلصنا. هنا في الفيت ما فيش شرط، لان اصلا تيار البيز تيار الجيت دايما او هعتبره دايما بصفر، تمام. فيبقى الفي جيت بيساوي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي دي دي، جبت الفي جيت. وطبعا نفس القصه الفي سورس اي دي فار اس، تمام. بقت المعادله زي ما هي، الفي درين بتساوي الفي دي دي ناقص الاي دي في الار اس، ناقص اي دي في ار دي، اسف، تمام. لو عايز اجيب الفي جي اس بالفي جيت ناقص الفي سورس، والاي دي لو مديك اي جود في الدايره اجيب منها ما كانش اعوضه بالقانون ده، اعوضه بالقانون ده. نفس القصه الاي درين بيساوي الاي دي اس اس في 1 ناقص الفي جي اس عن الفي جي اس اوف في كل تربيع. الكلام ده زي الفل، مش هينفع او مش همشي معايا غير بالمساله. نحل مسائل بقى على الكلام الجميل ده. عندك اكزامبل 6 صفحه كام في الكتاب؟ صفحه 398. اكزامبل 6 سيلف رايت صفحه 6. اكزامبل 6 صفحه 398، صح كده؟ 398 بيقول لي فايند الفي دي اس، عايز الفي دي اس والفي جي اس في الدايره فور بارتيكولار جي جيفت ان ذا سيركت ذا بارامتر فاليو ساتش از في جي ام، جي ام والفي جي اس اوف والاي دي اس اس ار ساتش ذات ادرين كارنت اوف ابروكسيميتلي كذا. قال لي الجي ام والبي جي اس اوف والاي دي اس اس ليهم قيم محدده تخلي الاي درين بيساوي 5 ملي امبير. هو رايح دماغي وريحني وقال لي الاي درين بكام؟ ب 5 ملي. جيت مساله ثانيه مديك الجي ام او البي جي اس اوف والاي دي اس اس، تمام؟ احسب منهم الاي درين، تمام؟ هو قال لي ان الجي ام والفي جي اس اوف والاي دي اس اس ليهم قيم محدده خلت الاي درين بكام؟ ب 5 مللي، يعني دي الاي درين، ماشي؟ طيب انذر جي فيت ايفن اوف ذا سيم تايب مي نوت بروديوس ذا سيم ريزلتس وين كونكتد ان ذيس سيركت ديو تو فاريشن بارامتر فاليوز. بيقول لي في المساله جمله مالهاش اي دعوه بالمساله خالص، بس بيقول لي خد بالك لو جي فيت نفس الموديل بالظبط، تمام؟ بنفس الموديل نمبر، يعني نفس النوع بالظبط، ممكن ما تطلعش نفس القيم دي نتيجة التغير فين؟ في القيم أثناء التصنيع، تمام؟ أنا ما يهمنيش ده كله، أنا يهمني الدايرة واحد اللي هو عاوز الـ VDS والـ VGS لما يكون الـ ID بكام؟ بـ 5 مللي. المسألة هي مدالية، الرسمة هي مدالية في المسألة، بدينا القيم، آدي الـ VDD، آدي الـ RD دي 1 كيلو أوم، وآدي الـ RS 220 أوم، تمام؟ والار جيت 10 ميجا اوم. وهنا تمام ادي الدايره اهيت، وديك الاي دي ب 5 مللي. انا عايز ايه؟ عايز الفي دي اس والفي جي اس. الفي جيت احنا عارفين انه بصفر، دايره صفر بايس، التيار اللي ماشي هنا بيساوي صفر، التيار جيت بيساوي صفر ماشي في الفرع ده، وبالتالي صفر ناقص الفي جيت باي جيت في ار جيت، صفر ناقص الفي جيت بيساوي الاي جيت في الار جيت، والتيار الجيت ده بصفر، يبقى الفي جيت بيساوي صفر. انا بعيد نفس الكلام تاني، خلي بالك. الفي سورس بيساوي اي دي في ار اس، واي دي من دهان ب 5 مللي، يبقى 5 في 10 اس ناقص 3 في ار سورس بكام؟ 220 اوم. يبقى 5 في 220 تطلع بكام؟ 5 في 22 تطلع 1.1 فولت. يبقى الفي جي اس عباره عن الفي جيت ناقص الفي سورس، يعني صفر ناقص 1.1 فولت يطلع ناقص 1.1 فولت. طيب الفي دي اس عباره عن الفي درين ناقص الفي سورس، لو جبت الفي سورس اجيب الفي درين بكام؟ الفي درين اهو. يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي، يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي، يبقى الفي درين بتساوي الفي دي دي ناقص الاي دي في الار دي، يطلع في دي دي بكام؟ مديني المسألة على الرسمة، الفي دي مديني ب 15، الفي دي ب 15، يبقى 15 ناقص 5 مللي
في كام؟ في 1 كيلو يطلع 10 فولت، يطلع الفي دي اس يبقى 10 ناقص 1.1 يطلع 8.9 فولت. مسألة اتحلت سهلة جدا، مفيش فيها أي وجع قلب. في اكزامبل تاني، ده ديزاين تمام، بيقول لي صفحة 7، بيقول لي اكزامبل 7 صفحة 99، 399. اكزامبل 7 صفحة 399 بيقول لي ترماين ذا فاليو اوف ار اس، عاوز قيمة الار اس required to self bias in change of it. هتعمل self bias in change of it that have the transfer characteristic curve shown in figure. مديك هو transfer characteristic curve، كيرف ده هم مديهوني، وقايل لي خد بالك ان الترانزستور ده اهو ال في جي اس بتاعته بسالب 5 فولت، ومديك الكيرف ده ماشي، مديك في جي اس اوف، ومديك الاي دي اس اس هنا ده بكام؟ ب 25، وهنا في جي اس اوف بكام؟ بسالب 10، وادي الفي جي اس وادي الاي دي، ده ترانسيف كاركترستيك، وقال لي الفي جي اس بكام؟ ناقص 5. واحد ذكي حبتين معاه في المعادله، ادي الفي جي اس وادي الفي جي اس اوف وادي الاي دي اس اس، ده الاي دي اس اس وده الفي جي اس اوف وده الفي جي اس، اجيب الاي دي من المعادله. طب وليه معادله؟ ما اجي على الكيرف دهوت عند سالب 5 اطلع راسي اجيب الاي دي، هيطلع من المساله 6 وربع. في الامتحان طبعا لما اديك القيم دي اجيب الاي دي من القانون اللي هو اي دي بيساوي اي دي اس اس في 1 ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف الكل تربيع. ده يتطبق امتى؟ القانون ده يتطبق امتى؟ انا مش مديك الكيرف، مديك الكيرف خلاص، الكيرف ادق. جبت الاي دي، هو عاوز الار اس. طيب في السيلف بايس الفي جي اس بيساوي كام يا باشا؟ سالب اي دي فار اس، لسه حاسبها من الاكزامبل اللي فات. الفي دي اس او الفي جي اس بيساوي الفي جيت ناقص الفي سورس، الفي جيت بصفر، الفي سورس باي دي في ار اس، يبقى الفي جي اس ناقص اي دي في ار اس، وعاوز الار اس، يبقى الار اس بيساوي سالب الفي جي اس على الاي دي، عندي الفي جي اس ب5 يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى 5 على 6 وربع في 10 اس ناقص 3 يطلع لك الار اس بكام يا باشا؟ تعويض مباشر يطلع 800 اوم. مساله ستريت فورورد ما فيش اي فيها مشكله ان شاء الله. طيب اكزامبل 8 صفحه دي وخلاص، بيقول لي ديترماين ذا فاليو اوف ار اس ريكوايرد تو سيلف بايس بي تشالنج ايفيت. عاوز الار اس اللي تعمل سيلف بايسنج اللي بي تشالنج ايفيت ويز داتا شيت فاليوز اي دي اس اس بكذا، لسه كنت بقول لك عليها اهو. اكزامبل 8 صفحه اعتقد 400، صفحه 400 بيقول لي عندي بي تشانل جي فيت الداتا شيت بتاعته الاي دي اس اس بكام؟ ب 25 ملي امبير، الفي جي اس اوف ب 15 فولت، والفي جي اس بكام؟ ب 5 فولت، عايز الار اس، عايز الار اس تمام عشان تعمل سيلف بايس، وده بي تشانل جي فيت، بي جي جي فيت، بي جي فيت تمام. طالما مش مديك الكيرف اجيب الاي دي من قانون اي دي باي دي اس اس في 1 ناقص الفي جي اس على الفي جي اس اوف الكل تربيع. الاي دي اس اس ب 25 في 10 اس ناقص 3 في 1 ناقص الفي جي اس ب 5 الفي جي اس اوف ب 15 تربيع يطلع 25 في 10 اس ناقص 3 في 1 ناقص تلت كل تربيع يطلع 25 في 10 اس ناقص 3 تلتين تربيع يبقى 4 على 9. مع نفسك يطلع لي الاي دي ب 11.1 ملي امبير، احسبها بالاله الحاسبه وشوف تمام. طيب عاوز الار اس، الار اس بتساوي الفي جي اس على اي دي، طبعا مده عشان يريح دماغه تحفظ وخلاص، يطلع 11 اسف يطلع 5 على 11.1 في 10 اس ناقص 3 يطلع الار اس تقريبا ب 450 تمام. مسألة ستريت فورورد مش أي فيها تعقيد خالص. خد بالك الامتحان هيجي تلتينه بي جي تي، أو هيجي مثلا 3 أسئلة. أنا والله ما لسه ما عملتش الامتحان، هيخلص إن شاء الله الأسبوع ده،
في ساعة عشان امتحان، بس هيجي سؤال في حاله. هو المادة أعتقد من 150 فيها 30 30 90، 30 30 90. دي واحدة أتأكد عشان أنا مش فاكر بصراحة. بسم الله. الديفايسز كانوا ديفايسز 150 فعلا، 30 30 90. فالعمل من 30، النظري الاعمال السنه من 30، واخر السنه الامتحان من 90. فلازم حد تجيب في اخر السنه تجيب 27 درجه من 90 عشان اعمال سنه الجمع، اعمال سنه العملي الجمع التحريري، وتنجح هتسقط. تمام. فالامتحان ان شاء الله هيجيب منه تقريبا 20 درجه ولا 25 درجه من جيفت، 20 25 درجه من جيفت. فلازم تذاكر جيفت، لازم تذاكر بي جي تي كله. تمام. الجي فيت اسهل، خد بالك معنى كده، بس مش معنى كده ان انا هجيب جي فيت بس، او انت هتجيب جي فيت بس هتنجح. تمام. فلازم تذاكر الاثنين. اكزامبل 9، اكزامبل 9 صفحة 401، صفحة 400 برضو، صفحة 400 برضو. اكزامبل 9 صاد 400 بيقول لي looking at the data sheet and figure 8 select resistor value for RD and RS in figure 9 to set up an approximate midpoint bias using minimum data sheet values when given otherwise VD should. المسألة أصلا هي تعويض مباشر. الفكرة اللي فيها إن بيديك داتا شيت تمام، وتاخد منها القيم، يعني تاخد منها الـ IDSS والـ VGS off والـ GM لو عايزها وتحل. أنا مش هجيب المسألة ديت، مش هديك أنا الداتا شيت في الامتحان عشان بس ما نضيعش وقت. طيب، في كتاب حاجه اسمها الجرافيكال اناليسز، هو اسهل من العادي، لكن انا برضو مفيش وقت، فانا هشرح بس هشرح دلوقتي الفولتج ديفايدر بايس. اكزامبل 9 ده ملغي عشان داتا شيت، هو سهل جدا زي اللي فات، بس هو الفكره كلها فيه ان في داتا شيت. نحل بقى اكزامبل بتاع الفولتج ديفايدر بايس. اكزامبل 11 صاد 404 اللي في النص ده على الجرافيكال سوليوشن، وانا مش هحل بيه، مش هيجي في الامتحان. اكزامبل 11 بيقول لي ايه؟ ديترماين الاي دي، عايز الاي دي والفي جي اس فور ذا جيفت وذ فولتج ديفايدر بايس اوف فيجر 8 كذا، جيفن ذات فور ا بارتيكولر جيفت ذا بارامتر فاليوز ار ساتش، عاوز الفي دي بيساوي تقريبا 7 فولت. بيقول لك البارامترز بتاع الجيفت المستخدم في الدايره مخلي الفي دي بكام؟ 7 فولت. فهو عاوز الاي دي والفي جي اس. تمام. ادي الدايره اهي، الار اس 2.2 كيلو اوم، الار 2 1 ميجا اوم، ار 1 6.8 ميجا اوم، ار دي كيلو اوم، والفي دي دي ب 12 فولت. ادي الدايره بتاع انشان جيفت. هو عايز ايه؟ عايز الاي دي والفي جي اس. طيب الدايره دي بدل من فولتج ديفايدر بايس، تغير الجيت بيساوي صفر، تغير الجيت بصفر، وبالتالي يبقى الفي جيت اهو، يبقى الفي جيت بيساوي المقاومه اللي تحت على مجموع المقاومتين في الجهد الكلي. المقاومه اللي تحت 1 ميجا، مجموعهم 1 زائد 6.8 ميجا، في الفي دي دي بكام؟ ب 12. يطلع لي الفي جيت بكام؟ يطلع لي الفي جيت ب 1.54 فولت. مسألة تتحل بالآلة الحاسبة وتجيب النتيجة للآخر. أنت مش زي في الامتحان وتحفظ الأرقام، في الامتحان ممكن تغير الأرقام عادي خالص يعني. تمام؟ عاوز أجيب الأي جيت، جبت الفي جيت. طب الفي سورس، الفي سورس زي ما خدناه أي دي فار اس، انا عاوز اعرف الاي دي عشان اجيب الفي سورس واجيب الفي جي اس. طيب انا عندي الفي دي رين بكام؟ مدين الفي درين هو ب 7 فولت، يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي، يبقى الفي دي دي ناقص الفي دي بيساوي اي دي في ار دي. يبقى انا عندي الفي دي دي موجود اللي هو البايسنج، وعندي الفي درين ب 7 فولت، اجيب الاي دي، يبقى الاي دي بالفي دي دي ناقص الفي دي مقسوم على ار دي. الفي دي دي ب 12، الفي دي ب 7، والار دي 3.3
كيلو اوم في 10 اس 3 يطلع لي الفي الاي درين بيطلع 1.52 ملي امبير، ده المطلوب الاولاني من الاي درين. طب انا عاوز الفي سورس، يبقى الفي سورس اي دي في ار اس، الاي دي عندي الار اس عندي، يبقى الفي جي اس بفي جيت اللي هو 54% ناقص الاي دي في الار اس اللي هو الفي اس، الاي دي ب 1.52 في الار اس 2.2 يطلع بيساوي الفي جي اس لازم يطلع بالسالب، خد بالك سالب 1.8 فولت، لازم الفي جي اس يطلع بالسالب في الان شانل جي فيت، لازم الفي جي اس يطلع نيجاتيف فور ان جي فيت وبوزيتيف في البي شانل جي فيت، لازم الفي جي اس يطلع بالسالب في الان شانل جي فيت. المساله ستريت فورورد مباشره تماما، مش في اي تعقيد، مش زي البي جي تي كان في ستيف ونون ستيف ووجع القلب ده. تمام، في انا كده خلصت تقريبا، وقفت عند صفحه 406، صفحه 406 كده خلصت المحاضره دي، عشان مش عايز اطول اكتر من كده، اي موضوع تيجي تفتحه اكتر من كده مش هلحق اخلصه، وانتوا مش هتذاكروه. انا كفايه قوي كده النهارده ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. امتحان يوم السبت الجاي اللي هو العمل ان شاء الله هيكون لحد محاضره الاسبوع اللي فات، او محاضره اول امبارح اللي خدناها في المحاضره اللي هي الفرق بين البي جي تي، المحاضره اللي خدناها امبارح او اول امبارح في المدرج. اخر السنه ان شاء الله هيبقى فيه سؤال بحاله على الجي فيت، على مسائل اللي خدناها من الاول خالص هيبقى فيه سؤال بحاله على الجي فيت، وباقي الامتحان على البي جي تي. ذاكر الجزئين، الامتحان الماده مش صعبه ان شاء الله، المحاضرات كويس قوي فيها كل الاكزامبلز اللي انا شرحتها في المحاضره، اي حاجه في المحاضره انا قلتها عليك في الامتحان، سواء كانت نظري مسائل قوانين ارقام اثبات، طالما في المحاضره عليك. امتحان عامل ان شاء الله هيبقى سهل ان شاء الله، واخر سنه برضه هيبقى سهل لو ذاكرت كويس. تاني اقرر ان الماده من 150 30 اعمال سنه، 30 عمل وشهوي، 90 اخر السنه، لازم تنجح تحريري في الورقه اخر السنه عشان الدرجات دي تتجمع على بعض. تمام، النجاح التحريري لازم تحل، لازم تجيب تلت الورقه، لازم 30% من اعمال من درجه التحرير، يعني لازم تجيب في ورقه 27 من 90 عشان اعمال سنه تتجمع، فلازم تجاوب كويس عشان تنجح. تمام، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.